كمرحلة أولى يعني استفاد هذا المحيط من حجم مياه يقدر بخمس ملايين متر مكعب، وفي المرحلة الثانية كذلك استفاد يعني من خمس ملايين واحدة أخرى، وإنما نظرا لانخفاض حجم المياه على مستوى كل من سد ويزارت وسد بوحنيفية، حيث وصل حجم المياه في سد ويزارت 11 مليون متر مكعب، وعلى مستوى سد بوحنيفية وصل حجم المياه إلى 9 ملايين متر مكعب. لهذا الأمر الوكالة الوطنية للسدود يعني أخذت قرار من أجل وقفة يعني وقفة التموين يعني تموين المحيط السقي يعني بمرحلة يعني كيما نقولوا احنا مؤقتة.